الرئيس النمساوي يستقبل الممثلين الدبلوماسيين في فيينا. النمسا تسجل تضخماً أعلى بضعفين ونصف عن المستوى الأوروبي. المحكمة تدرس طلب الإفراج عن رجل اغتصب ابنته وحبسها 24 عاماً. تراجع عدد الجرائم في فيينا مقارنة بأواخر القرن الماضي. تضاعف حالات الانتحار في السجون العام الماضي. وشرطة الأجانب ترحل الشاب التركي بعد اعتقاله في حفل زفافه. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فاندلبيلن عن قلقه من انتقال الصراع في الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى. جاء ذلك خلال لقاء سفراء الدول للعام 2024، إضافة إلى سفير النظام السوري حسن خضور، وحث الرئيس على الحوار والتمسك بطريق التعايش، مؤكدا دعم النمسا لإسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس، مشيرا إلى ضرورة تجنب ضرب المدنيين في غزة، وعبر عن موقف النمسا تجاه أوكرانيا. سوريا، ماروكو، and just recently in Japan. We saw the catastrophic impact of the climate emergency with disastrous floods in Libya, Germany, Greece, Italy, Slovenia, among many others. استمرت معدلات التضخم في النمسا في عام 2023 عند مستوى مرتفع العام الماضي، حيث بلغت 7.8%، وهو انخفاض بنقطة واحدة مئوية عن العام السابق. وحسب البنك المركزي الأوروبي، كان المعدل أعلى من الهدف 2% بمرتين ونصف، وأظهرت الإحصاءات أن معدل التضخم زاد بنسبة 5.6% مقارنة بديسمبر 2022، حيث كان 5.3%. وأشار رئيس هيئة الإحصاءات توبياس توماس إلى أن هذا الانخفاض أثر بشكل أكبر في النمسا مقارنة بدول اليورو الأخرى، مشيرا إلى أن الزيادات جاءت من قطاعات الضيافة، السياحة، المطاعم، الطاقة والصيانة. بدأت المحكمة الإقليمية في كريمز في النمسا السفلى في تفحص إمكانية الإفراج المشروط عن جوزيف ريتسل 88 عاما، الذي ارتكب جريمة اغتصاب بحق ابنته وحبسها لمدة 24 عاما. وأوضحت المحكمة أن اللجنة المكونة من 3 قضاة ستقرر في الأسابيع المقبلة بناء على رأي الخبراء، حيث يتعلق القرار بنقل فريتسل إلى نظام السجن العادي أو الإفراج المشروط بعد بلوغه 90 عاما، ويرجح الخبراء أنه لم يعد يشكل خطرا لأسباب صحية. يذكر أن فريتسل قضى 15 عاما من العقوبة المفروضة عليه، وهي السجن مدى الحياة. أعلن رئيس شرطة فيينا جيرهارد بريستيل عن تراجع جرائم القتل في المدينة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى فاعلية مكافحة الجريمة بشكل عام. وشهدت المدينة تراجعا العام الماضي بإجراءات الإبعاد بسبب العنف الأسري، خاصة ضد النساء والأطفال. وأكد بريستيل على التطور في تقليل جرائم القتل في المدينة، حيث أن الأعداد تقلصت بشكل كبير مقارنة بالثمانينيات والتسعينيات، وأشار إلى تغير دوافع الجريمة وتحسن في معدلات الكشف عنها مع بروز جرائم الإنترنت والاتصالات المشبوهة. ارتفعت حالات الانتحار في السجون النمساوية إلى 12 حالة في 2023 بسبب نقص فرص العلاج والرعاية داخل السجون. ويعاني العديد من اضطرابات نفسية داخل السجون، ولذلك ارتفعت الحاجة إلى زيادة الكوادر لتلبية احتياجات السجناء. وانتقدت جابيش فاتس الرعاية غير الكافية، وأكدت وزارة العدل أن معظم الذين انتحروا كانوا يعانون من إدمان أو اضطرابات نفسية، فيما أعلنت وزيرة العدل المازاديتش عن إصلاحات في تنفيذ الإجراءات القانونية. قامت وزارة الداخلية النمساوية بترحيل الشاب التركي الكردي حمزة إلى تركيا الثلاثاء بعد أن تم اعتقاله بداية الأسبوع. وأوضحت الداخلية أن سبب الاعتقال أثناء عقد قرانه جاء بعد 13 محاولة سابقة لاعتقاله بسبب محاولات هروبه، حيث تم ترحيله إلى تركيا بسرعة، واستقبلته الشرطة التركية
وأطلق سراحه مع إبلاغه بالالتحاق بالخدمة العسكرية، وكان قد تم إغلاق إجراءات اللجوء بقرار قضائي في مارس 2023 ورفض الاستئناف في ديسمبر 2023، وأشار محاميه جيورج كلاما بأنه سيتزوج من تركيا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.